حالات مرضية، الحالات المرضية دي يعني مستواها متدني جدا، يعني في موتر، في ما يقدرش يتحركوا، في حالات يعني اللي يشوفها حيبكي من ما يبكي دم، حيبكي دم عليه، واحنا يعني مش محتاجين ولا حاجة ولا شيء، الا انه جميع الجهات المختصة اللي هي تسعى لفتح المعنى تروح، يعني اقل القليل تروح المرضى، اقل القليل تروح المرضى، تروح الناس الاطفال، تروح النساء، تروح يعني الناس عايشة في الخلا، وده ما يصحش. الناس اللي عايشة في الخلا ده ما يصحش عليها، يعني ما حدش يرضى، يعني لو في لهم قرايب هذول متنازعين على الهدى قرابة أولى مش حاجة للعمل ده، واحنا عاوزين يعني يخلصون من هذا الشيء.